Bonjour, bienvenue à Vectus. كصغير ادخل العب الاكل بالمطبخ، فهذه بدايتها كانت كذي. اشتغلت اول شيء بالشيرتون بمطعم ريكاردو بالضبط كمساعد هناك، لانها كانت رغبه من الاساس، ما كانت شغل، كانت شغله وناسه. اخذت كورسات نيوتريشن في دنفر، بعدين الشهاده نفسها خذيتها في باريس فرنسا، تخرجت في 2003، خذيت فيها اللي يسمونه الماسترز جراند دبلوم. احب اطبخ اي شيء، احب اطبخ. اكثر شيء انا اعتقد ساعد قبل لا تفتح اي مشروع هو انك تحصل الشجاعه. ينطبق على المطعم او ينطبق على اي مشروع واحد يسويه. انا اختار موظفيني اولا على الشخصيه، فالمعلومه مهمه بس ما تفيد كثر ما لما انت تتعلم طريقتي. انا محتاج كاركتر مستعد يتحمل مسؤوليه، كاركتر تبي يتزن. ميوزك سبايز هذيك، ميوزك يلعب دور كبير في الريسيرش اند ديفلوبمنت. انا السفر عندي مهم لانه تعلم من الدول الثانيه شنو قاعد يصير عندهم بالكلتشر اللي عندهم، التغييرات اللي عندهم، وتشوف شلون تقدر تدمج هذا في الكل. لازم الواحد يتعلم from the lowest level و grow from there slowly to the higher level. هذا كلتشر مهم. افضل اسوي شيء جديد على الناس، يعني يفضل ان الناس تاخذ شيء جديد تستانس عليه اكثر. لازم نشوف شنو اللي ناقص اكثر ما هو شنو اللي موجود. اللي بيهدمون في باكر مو اللي هادين في باكر. Everybody has his own. فأنت تتعلم من اللي عندهم خبرة من قبلك. الهدف أنك تتعلم وتكون أنت هدفك بالأخير.